السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا. الموضوع ده انا هتكلم فيه عن شخص واحد بس، مرتضى. انت زرطة كبيرة، مالك يا اسطى؟ مالك طايح هنا وطايح هنا وطايح؟ ايه يا عم، مفيش حد عارف يلمك ولا ايه؟ احترم نفسك بقى يا عم شوية بقى يا عم، عمال تشتم في ده وتشتم في ده. ماله سيد عبد الحفيظ؟ ايه شمبانزي؟ انت بتعترض على خلقة ربنا كمان؟ انت سايب بكهربك ها؟ زي مكالمة كهربا بتاعت امبارح بتاعت مهيب ها؟ اللي كهربتك. عيب يا مرتضى، انت راجل كبير. انت زبطه كبيره. تعال نشوف بس هو كان بيقول ايه السيد عبد الحفيظ. اولا خالد هكلم حاجات المهمه الاول، وبعدين نطرق على الواد التافه اللي هو السيد عبد الحفيظ اللي زي ما قلت الشمبانزي ده. وانا بقول له دلوقتي قاعد في سيتي ستارز في مدينه ناصر في محل اسمه تيفولي، وجايب ثلاثه بودي جاردات قرع معاه، هيناموا معاك على السرير يا ولد. هنجيبك من على السرير، ولو عايزين نجيب لك حد دلوقتي ابعت لك رجال يجيبوك انت والثلاثه القرع اللي معاك. ده كويس انك شغال دلوقتي ماشي مع البلطجيه على طول. رجالتك مين يروحوا يجيبوه هو والتلاته قرع؟ والله انت لو شفت التلاته قرع اللي انت بتتكلم عليهم دول لا تجري اول واحد. عيب. تحب اجيبك بقى؟ قلت لك المؤاخذة الفانيلا. خلينا نروح للمهمه. هتحط له فانيلا فين يا راجل يا محترم؟ يا راجل يا هوزو، شفت اشرف السعد بيعمل معاك ايه؟ وانا بس بفكره بالاجتماع اللي عامله مع الدكتور، وانا جايب له ايه؟ سديد صغير قوي يعني، مش زي اللي وبعد ده سديد بجد، مش زي اللي انت بتشيلهم. انت عمرك ما تقدر تحط واحد، عمرك ما تقدر تحط سي دي عمرك ما تحط قدام الناس المذيعين اللي طبعا بيخافوا منك فبيجاملوك. يعني اللي ما حدش يقدر فيه يقدر يقول لك، وانا اتحداك ورب الكعبه، اتحداك قدام العالم كلها ان السيديات اللي انت بتطلعها دي تروح حاططها بره كده وانت قاعد ومشغلها كله كده. انت كذاب كبير، انت اجبن من انك انت تقتل دبانه وما تعرفش تمشي غير بحراسه حواليك، وانت عارف انت بتنام في النور ليه. فالسدي ده بقى، السدي بقى انا بس مش هقدر اشوف عشان الوساخه، اصل في وساخه بس قاعد ينضف شويه، ما بعملش زيك ما طلعش. وخلي بالك ايه، انت هتفاجئ بشنطه سديهات، هتفاجئ. يعني انا عامل لك مفاجاه يعني لن تخطر على بالك ابدا، لن حتى في المنامات اللي انت بتحلمها مش هتخطر على بالك انها تجيلك. سدهايه صغيره كده طلعها لك، قال لك بتاعت الدكتور. شفت بقى تاني ابو المعاطي زكي؟ يعني انا مش عارف مثلا مهيب عبد الهادي اذنب فيه عشان استضاف كهرباء؟ اي حد فينا يتمنى يستضيف كهرباء ويساله كهرباء يجاوب، كهرباء يجي يا ريت حوار. ده لو مرتضى نفسه حاول ادالك لسوعك. قدرت تطلع تقول حاجة؟ ما قدرتش، ما عرفتش تتكلم، ما عرفتش تقول كلمة واحدة. رقم اتنين بقول لمهيب، احترم نفسك يا مهيب، بطل استفزاز لجماهير الزمالك انك تستضيف هذا الولد العاق اللي اسمه كهربا عشان يطلع يستفز جماهير الزمالك. ماله مهيب؟ راجل اعلامي محترم بيقدم برنامج هادف يا تافه. جاب كهربا مداخلة تليفونية، اول واحد اعلامي في مصر يجيب كهربا في مداخلة تليفونية بعد الضجة اللي حصلت على كهربا. ماله كهربا يستفز الزملكاوية في ايه؟ مالهم الزملكاوية؟ واحد كان بيلعب في الزمالك وانت طفشت امه، الزملكاوية بيحبوه وانت طفشت امه، جبته ارضا. الراجل قال لك انا مشيت قرفت من اتنين قرفوني في النادي، مرتضى وابنه. انا عايز اعرف انت اصلا كنت شايل ايه؟ مش بتحصل بيك مهيب؟ بلاش اسمع بس يا خالد، ما تقطعنيش، بلاش احنا. وكمان تعالى بقى هنا، تعالى عشان اديك على قفاك على قرعتك. ايه بتاع السيراميك ده؟ مش فاهم، دي شتيمه مثلا كده شتمته؟ انا مش شايف بقى سبب ان رئيس نادي الزمالك يقول لمرتضى يا بتاع السيراميك ده اكبر ناس في مصر واغنى ناس في مصر زي محمد ابو العينين مثلا بتاع السيراميك، ايه العيب في ده؟ ايه الكارثه ان والده عنده معرض سيراميك؟ ما انت نفسك رئيس نادي الزمالك لؤي وسام المصري قالوا لك حاجات على عيلتك احنا ما نرضاش نقولها. انت بتقول لي اجيب سيره ولادك، ولادك مين؟ وانت فاكر ان انت وولادك على بالي؟ ما هم ولادك تحت ايديا كل اسبوع في مراسي ومرميين في الكباريهات طول الليل، ما انا لو عايز اجيبهم انا هجيبهم في اي وقت. ما تنكش عليا علشان خاطر انت مش قد نكشتي. فاهم ولا مش فاهم؟ احترم نفسك واحترم شيبتك عشان ما مرمطكش. قبل كده جيت لك قدام باب النادي وما دخلتكش النادي. طبعا انا جيت اهو قدام باب النادي، قفلوا البيبان زي ما انت شفتوا كده وجريوا. وانا جيت عشان خاطر السيد المستشار يعلقني على رجليا ويحلق لي شعري. قافلين النادي اهو قدام
اعضاء الحكم يعني العموميه. وعبطناك انت وجوز اختك وابن اختك وابنك، وقعدت تصوت في القنوات وتقول كهربوني وتقول عبطوني وتقول وتقول وتقول. فانت ليه اصلا تقرب من والد ومن والد الاستاذ مهين؟ وكمان تعالى خد هنا بتقول له همشيك من القناه، القناه ايه اللي تمشي منها؟ يا مهيب اوعى تنسى ان انا ممكن امشيك من القناه، لان لو الاخوه السعوديين المحترمين اصحاب القناه اللي هم اصحابي سايبينك كده. اكلم ناس صحاب القناه يمشوك ايه يا عم وانت شغال في كشك؟ انت حتى القناه اللي انت عاملها اللي حاطين لي فيها ورا شعار الزمالك دوت وخالد الغندور واقف قدامه ده، ايه يا عم ده؟ نادي الزمالك كفرقه بجمهورها باعضائها كلهم على راسي من فوق. انا مراتي زملكاويه، انا اخو مراتي زملكاوي، انا عيله مراتي كلها زملكاويه وبحبهم وبعرف وسطهم كده، بعرف وسطهم كده وبتفرج على ماتش الزمالك لما بيكون بيلعب اي حاجه تانية. لكن انت مريض نفسي، انت مختل. نرجع تاني الحاجه المهمه يا سياده المستشار. ثانيه خالد ما تقعدش تقول يا مستشار. خالد غندور كل شويه تقول يا مستشار مستشار، الراجل قال لك ما تقوليش بقى كل شويه مستشار. ثانيه خالد ما تقعدش تقول يا مستشار. اقول له ترزي. لا تغلط في مهنه الترزي والله. اقول له زبال. لا والله حتى الزبالين نضاف محترمين والله، على الاقل بيشيلوا وسخته، مستحملين وسخته وقرفه، واحنا كمان مستحملين وسخته وقرفه. قول له ايه؟ فكروا معايا يا جماعه نقول له ايه؟ قول له استنى يا زفت مخره مستشار فوق دماغك. طب خلاص هجيب لك ساره تحكي اتطلقت منك ليه؟ وشافتك مع مين؟ وهنجيب لك ساره، هجيب لك ساره اتطلقت منك ليه؟ انت عرفت بقى يا مراته اتطلقت منه ليه؟ انت زرطه. انت عملت ملايين من نادي الزمالك، انما استفزاز وجماهير الاهلي وسان اهلي. طب لو راجل تعالى الاهلي اعترف ان هي حرقتك. والله حرقتك. طب والله لا يجي الاهلي. شوف بقى يا عم حلفان على حلفانك لا هيجي الاهلي. وبكره تشوف. بكره ليه؟ شهر واحد هتشوف. هتشوف في يناير 2020 ان كهربا محمود كهربا هيمضي للاهلي. اولع من تحت تبقى تروح تحطها الزبادي، تسقعها في الزبادي. عشان بنعمل بروتوكول جديد قديم، النادي ليه رئيس واحد والفريق ليه مدير فني واحد. عشان بنعمل بروتوكول جديد قديم، قديم جديد اي كلام. زرطة قال لك النادي ليه رئيس واحد و شقلطوني في بحر بيره مدير الفني واحد. جبت التايه انت مثلا؟ هو ده البروتوكول الجديد القديم؟ عشان بنعمل بروتوكول جديد قديم. يا سلام سلم على مخك البلالان، يا بحر العلم، يا ترعة المفهومية، يا فيلسوف الحمير. مأجر لك ساعة في قناة على الهواء عمال تزرط فيه، مديان لك تزريط، خد بس حق التزريط. ازرط هنا هنا كمان. هنا ما شمتوش الريحة دي؟ ما شمتوهاش؟ هنا ما شمتوش صح؟ خدوا دي. تمام 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 تمام. خالد غندور جميل قوي. تمام تمام يا ريس. وبرضو الفريق المدير الفني واحد اللي هو ميتش، يا اما نصر فيه يا اما كل لاعب يحط التشكيل وبعدين نعمل حادي بادي واختار تشكيل منه ده اللي ينزل. متخيلين فريق اول لنادي الزمالك رئيس النادي خلاهم يعملوا حادي بادي وهم اللي يحطوا التشكيل ويلا على البركه. انت دي رايحه منك. اللاعب تاني، اللاعب اللي هيلو بوز عشان ما تحطش في التشكيله وتغير ملوش مكان عندي في النادي. تمام. اللاعب اللي هيلو بوزو يعني كده بوزو مش عاجبه التشكيل وهيقول له بوزو ملوش مكان عندي في النادي، مش هديله البوزو بتاعه. خلاص هو يجي ياخد البوزو بتاعه يلعب، هيلوي بوزو مش هياخد بوزو، هديك على بوزو على طول يا ضايع. والتاني يقول له تمام تمام تمام. اتنين، اللاعب هو او مراته اللي مصاحب عيل في موقع، عيل في صفحه، عيل صايع واخد بالك، وعمال يقول له يضرب في اخبار كذب في النادي، كلامي كان واضح ملوش مكان عندي في النادي. تمام. يعني حضرتك بتحط اسس اسس مريض. انت حضرتك بتحط الاسس، انت لازم يتحط لك اسس، اسس تمشي عليها، تقف عليها، تقعد عليها. عم خالد ما توديناش في داهيه الله يبارك لك. بقول لك يا استاذ بشار، انت خدت تقريبا لايسنس. خدت ايه لايسنس؟ ايه بقى؟ ايه ولا بي ولا سي؟ خدت لايسنس ايه ولا سي ولا بي في التدريب؟ خدت او. قول الله. احنا عايشين في مجتمع زرطه. لان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. تنساش تدوس اشتراك وفعل الجرس، وتنساش تدوس لايك ودوس شير عشان يوصلك أي جديد من أي فيديو أنا بنزله أو حتى ما نزلتش فيديو خالص. شقلطوني في بحر بيرة دغري سكنت الأميرة، في الجمال حلوة وخطيرة مش بشوف زيك يا بطة، بحر عشق أمك محبة، انت ساكنة الروح يا شابة، قشطة عسل اليوم ربة، مفيش منك في أي حتة.